التعبير عن القدرة أو الاستطاعة. ها؟ التعبير عن القدرة أو الاستطاعة. إزاي أكون جملة في الإنجليش أقول بيها أنا أقدر؟ إزاي أكون كلمة جملة في الإنجليش أقول إيه؟ أنا أقدر. أنا بقدر أعمل الحاجة الفلانية. طيب. I can. Excellent. في كمان من التعبيرات برضو بتدل على القدرة. بصوا بقى. عندي كان، تعرفون بقى معايا كده able to has. لا خليني الاول اعمل لكم الكلمه الاساسيه بعد كده اقول لكم بتاخد ايه. ability to. يبقى انا عندي ايه؟ ثلاث كلمات من اللي بتدل على القدره. كان able to the ability to. تمام. يبقى انا عندي ثلاث كلمات بتدل على القدره. كان ما بتحتاجش اي حاجه غير ان انا احط الضمير. اي ضمير من السبعه؟ اي ضمير ايه؟ من السبعه. بعديهم كان، وبعد كده احط على طول الفيرب بتاعي في الانفينيتيف في المصدر بدون اي اضافات. حلو. يبقى كان ريحتني. كان ايه؟ ريحتني. هحتاج اي ضمير احطه؟ اي السماء. من السماء ده اي كان، هي كان، شي كان، معاكي اي ضمير من الضمائر. بعد كده بنحطه كان، وبعد كده بنحطه ايه؟ الفعل في المصدر. الفعل فين؟ في المصدر. يعني انا استطيع ان اكل. اي كان ايت. انا بحب اكل، انا اقدر اكل. تمام. مفيش حد ما بيعرفش يعملها دي، صح؟ تمام. يلا نكمل. ايبل تو بقى، ايبل تو هتجيلنا كده مع نفسها؟ لا. غلط. هتحتاج هيلبنج فيرب. هتحتاج هيلبنج فيرب يساعدها، يكون معاها وننفي بيه الجمله. ايبل تو بتحتاج ام از ار قبلها. يبقى ام از ار قبلها. حلو. يبقى كان عايزه حاجه؟ لا. تاخر. ايبل تو بس عايزه ام واذ او ار. ده ability تو عايزه. يا كمان هتاخد ايه بقى؟ هاز او هاز. حلو. يبقى كلهم احتاجوا هيلبنج فيرب يدل عليهم وينفي بيه الجمله. سامعين انا عماله اقول ايه؟ ماشي. كان ما عايزتش حاجه. ايبل تو عايزت ام از ار. ذا ابيليتي تو عايزت هاز او هاز. حلو. تعالوا بقى نقولوا كده ايه؟ مثال. المثال بتاعي I can drive a car. I can drive a car. أنا أستطيع إن أنا أقود أسوق عربية. بعرف إن أنا أسوق عربية. كان أهي عندي، جت وراها الفيرب فين؟ في الإنفينيتيف في المصدر بدون أي إضافات. تمام؟ ماشي. إيه تاني أقدر أعبر بيه؟ قلنا عندي able to. طب able to بتيجي لوحدها؟ لا. قلنا معاها ايه؟ او ام واذا ار. ام واذا ار. طيب اي معاها ايه؟ از. صح؟ از. اي معاها از؟ لا. ايوه كده. يبقى اي ام اي ام هيجي معاها ايه؟ able to. اي ام able to. able to ايه؟ drive a car. انا عندي القدره. انا عندي القدره ان انا اعمل ايه؟ اسوق العربيه. تمام. في حاجه كمان عايزين نقوله عليه ممكن اقدر اعملها، اشيل ايبل تو واحط مكانها ذا ابيليتي تو. هتيجي لوحدها؟ لا. معاها ايه؟ هاز او هاز. حلو. اي تاخد هاز ولا هاز؟ هاز. 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 اه حاجه تقول هاز؟ هاز. هاز. اي هاز ذا ابيليتي تو. صعبة؟ لا. فيها أي مشكلة؟ لا. يبقى I can. I am able to. I have the ability to. كلهم إيه؟ تو 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 تو. نرمانجي تو. يبقى أنا عندي إيه؟ درايف. الفعل هنا في المصدر. يبقى وهنا نفس الكلام، الفعل في المصدر وبعد كان الفعل في المصدر. أسهل واحدة فيهم هي كان. والله
هي كات. طيب ام ايبل تو تبقى كان ام نوت نوت اهي. طيب هاف هاف نوت هافنت اهي. I haven't ability. I am not able to. I can't drive a car. خلاص؟ فيها أي مشكلة؟ لا لا شطار. خلاص فيها أي حاجة؟ لا تمام. آخر جزئية معايا. آخر جزئية فيها فعل. فيها فعل be verbs بتحب يكون وراها ing. يعني أفعال لازم يجي وراها إيه؟ ing. هنعملها بشكل الشمس. اسم او فيرب في اي ان جي. بصوا كده انا عندي الفيرب لايك وعندي لاف وعندي هيت وعندي ديسلايك دوس على اللايك وعندي بريفير وعندي انجوي انجوي خلاص. يبقى انا عندي ايه؟ لايك لاف هيت ديسلايك بريفير انجوي. كل الفيربات اللي قدامكم دي بيجي وراها اي ان جي او اسم. يعني انا اقول ايه؟ يبقى انا عندي الفيربات مجموعه الافعال دي بيجي وراها ايه؟ فعل في اي ان جي او اسم او ايه؟ او اسم. هعرفكم دلوقتي حالا اللي انا بقوله بس لازم نعرفوهم. بصوا كلهم عكس بعض. بصوا لايك بتاعت الاشياء لاف مشاعر هيت كره المشاعر ديسلايك عكس لايك بريفير يعني يفضل الجوي بمعنى يستمتع ايه لا يستمتع خلاص. طيب بصوا كده مثلا انا هقول اي لايك سويمينج اي لايك سويمينج انا بحب السباحه اي لايك سويمينج. فيها حاجه؟ لا تمام. سلمى لايكس واخدين بالكم ان انا عملت ايه مع سلمى عشان اس شيل سلمى لايكس عربي هي بتحب العربي ايه ده مش دي اسم وده فعل في اي ان جي طب فيها مشكله مع لايك لا ما عندهاش اي مشكله لايك بيجي وراها ايه فيرب في اي ان جي اس فيها اي حاجه لا طيب انا حاسه ان هي سهله جدا والله والموضوع ايه بسيط. طيب اللي انا عملته ده هعمله كمان مع كلمات او مع صفات برضو بيجي وراها فيرب في اي ان جي فيرب في اي ان جي او اسم زي ايه بقى. بصوا برضو هعملها بنفس الدايره كده. انا قلت هنا صفات انا هنا كنت بقول افعال هنا صفات هيجي وراها اي ان جي او اسم. جود ات باد ات انترستد ان نعم interested in interested in good at good at bad at interested in دي صفات برضو بيجي وراها الفيرب في ايه ing او اس. بصوا كده احمد تعالى اديكم مثال مثلا احمد is احمد يكون ماله احمد good at yes good at يعني جيد فيه. يلا عايزين نكتبوا بقى وراها فيرب في اي ان جي good at speaking Arabic لا English انا عايزاه English. ها احمد is good at speaking English احمد كويس جدا في الانجليش تمام. طيب ممكن اقول وراها احمد is good at انا عايزه اسم احمد is Arabic برافو احنا او انجلش يبقى اقول احمد از جود ات انجلش وهشيل كلمه سبيكينج بقت كده ايه؟ ناون اهي ناون او فيرب في اي ان جي. اعتقد ان الجزئيه دي سهله ما فيهاش اي صح؟ يعني انا احفظ الفيربات دي ومعاهم كمان حطوا كمان ان في صفات جود ات باد ات انترستد ان كلهم بيجي وراهم فعل في اي ان جي او اسم. وبكده نكون انتهينا من جرامر يونت 3. الحمد لله خلصنا نص المنهج تمام كده. لو في اي حاجه لو في اي استفسارات اكتبوا لي بقى وقولوا لي وان شاء الله انا هرد عليكم كلكم. يلا كنتم حلوين.